وأيضا يعني الشهادة بالحق محمد مزروعي يوم بدأ مني، وأنا أذكر محمد متلاقين ياك من كذا سنة في برنامج غنيل وغنيلك، وكان حالة يعني محمد من أول بدايته كان حالة، وكان يعني أنه مش هاوي هو، يعني لما اتفق أنا أقول واحد جاي يغني يقول يعني خاصة اللي يعرفون الصنعة خلنا نقول يقولون هذا الشخص يعرف يغني بس يباله، ومن شلة واحدة أذكر من شلة واحدة شلة، بس الموضوع كان في أمريكا في جلسات أمريكا في الويكند، هذه كانت محمد هناك البداية أن غربة ويمعة شباب وأصحاب يقول لك المواهب تطلع في الغرفة. إيه أنا 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 مؤمن بهالشيء. أي غرفة؟ يعني غرفة الغرفة. بس احب اقول شيء بصراحه بكل امانه الفرقه رائعه، وهي اللي تخليك تحس هالاحساس وتخليك تبدع. وبعدين انا اشتغلت يعني استاذ رياض واشتغل ويا ابويا استاذ هيثم استاذ فؤاد كلهم فرات كلهم مشتغلين يا وادي، فاني لي الفرصه والي يعني اني كلش فخوره اني ارجع اشتغل وياهم ومبدعين، واكيد وسام ومهند يعني زين هذا نفس الحكايه بالمحمد ورحمه، تجد نفسك لما انت متعود على ست اب او فرقه معينه او ناس انت متعود تعزف دوم معاك، هذه تشكل ان ما متعود يعزف معي هذا يمكن احسن من الاخر، صح. بس اللي يتعود على فرقه معينه وناس دائما معاه تفرق معاه الحسبه طبعا اكيد حسب شيء. احنا نشوف الفنان لما يروح يجيب فرقته المعينه من المكان المعين، قد يكونون حتى في يعني من اوروبا عايشين مثلا متغربين فيجيبهم بس حسب يقول له طبعا هذيله لو خذوا اكثر سعر حتى لو انا مثلا ما طلعت المبلغ، بس ان هذيله تحس معاهم بالامان بفرقة معينة وناس أكيد والكورال طبعاً يعني هذه الفرقة من بدينا نحن يعني دخلنا المجال هذا والحمد لله رب العالمين توفقنا بنخبة من الشباب الموجودين كلهم أساتذة كبار، صح. فهم رفعونا يعني يساعد دائماً الموسيقي يساعدك في إبداع يخليك أنت تدخل في الجو، فمعاك حق كل مطرب له فرقة الخاصة اللي فاهمه شغله ما يضيع وقته، يعني مثلا ما يحتاج يسوي مثلا بروفا او كذا، واذا هم يعني مثلا خلينا نقول رقعوا له ايضا. زين محمد في هالجو جميل شو بنسمع؟ بما ان رحمه اطربتنا انا كنت واقف في الكنترول ومستانس مبسط، شكرا الله عليك. انت مثل ما قال بصراحه انت من الاصوات الاماراتيه المختلفه، الله يطول بعمرك، بس انت قبلت لا والله مو مجاملات يبان علينا محمد انه احنا قاعد نجامل بعض، لا 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 والله انت يعني الشهاده فيك مجروحه. تسلم الله يخليك شكرا. شو بسمع محمد يا وينك يا درب المحبه محمد؟ هذا سؤال صعب دائما، وينك يا درب المحبه؟ وهل المحبه درب؟ يعني اسمعها هالمره بصوت محمد المزروعي وناخذ الفاصل من عن ثروت. No.
درب المحبة، وينك يا درب المحبة، هلك ملوك الحبايب، هلك ملوك الحبايب، كذبوا علي ألف كذبة، كذبوا علي ألف كذبة، وظنوني في الحب كادر، ظنوني في الحب كادر. وينك يا درب المحبة، وينك يا درب المحبة، هل أقبلوا كل حبايب، هل أقبلوا كل حبايب، كذبوا علي ألف كذبة، كذبوا علي ألف كذبة، وظنوني بالحب كاذب، ظنوني بالحب كاذب، وأنا ما حاسب حسابة، مجيت من غير بابا، وانا ما حسب حسابا، مجيت من غير بابا، وسنتين على الدرب سالم، من الناس يا ما على الدرب دايم، من الناس يا ما يرشدني علي احبه، يا درب Ha ha ha.